استخدمت روسيا منذ أيام قليلة حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار الأمم المتحدة برعاية أمريكا واليابان، يدعو جميع الدول إلى منع وعدم تطوير أو نشر أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي. الأمر اللي أثار قلق الولايات المتحدة تجاه نوايا ومساعي روسيا الخفية كما وصفتها من عدم الموافقة على هذا المشروع الذي تم التصويت عليه في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضو بموافقة 13 عضو ورفض روسي وامتناع الصيني عن التصويت. على العموم للوقوف على آخر المستجدات وعلى مزيد من التفاصيل ينضم إلينا في الاستوديو دكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك يا فندم. أهلا بك. ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو دكتور رامي القليوبي الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور رامي أهلا وسهلا. أهلا بك. طيب دكتور محمد أبدأ مع حضرتك. أولا يعني إيه تسليح نووي في الفضاء الخارجي علشان الناس تكون معنا في الصورة؟ تسليح نووي في الفضاء بطبيعة الحال يعني ناخذ الأمور في نصابها. ما يعني الفضاء الخارجي بقى يعني ليه أهمية استراتيجية كبرى لكافة دول العالم. حجم الأقمار الصناعية دلوقتي تعدى 8000 قمر صناعي، مش لأغراض فقط صناعية أو حتى في أغراض معلوماتية، لكن حتى في أغراض منه عسكرية. 8000 قمر صناعي معناه أنه هو بيمثل نسبة كبيرة جدا من النقل المعلوماتي والاتصالات على مستوى العالم كله، وبالتالي حماية حجم الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم عن طريق الأقمار الصناعية هو متطلب رئيسي لمعظم دول العالم وأهمها طبعا الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا. بطبيعة الحال مسألة الردع ومحاولة تأمين الفضاء هو كانت فكرة سابقة لفترة الحرب الباردة، وكانت مرتبطة مش بس بالجانب النووي لكن حتى في إطار الأسلحة التقليدية. الدولتين الكبرتين في التوقيت ده الاتحاد السوفيتي انذاك والولايات المتحده الامريكيه فطنت على فكره ان هو يجب ان يكون هناك في تامين لمفهوم الردع المتبادل من الجانبين، وعملوا او تم يعني توقيع على اتفاقيه او معاهده الحظر الاستخدام الفضائي في 1967، وكانت روسيا او الاتحاد السوفيتي عفوا كان انذاك كانت بيتم تاهيل هذا المشروع القرار بقبلها 4 سنوات في 63، يمكن بعد فتره طويله من التجارب ان الاستخدامات النوويه المتعدده في المجال الفضاء الخارجي. الحقيقه في الفتره الاخيره نستطيع القول ان روسيا بتحاول تطوير قدراتها على المستوى النووي. المخاوف الامريكيه كانت متعدده في اطار ليس روسيا فقط، لكن هنبدا بروسيا لان يمكن المخاوف المرتبطه بالجانب الروسي ارتبطت في واقع الامر بان يمكن اكثر من محلل استراتيجي امريكي يمكن كان روم ستيفن جلوبرغ كان يتحدث عن فكرة أن هناك مخاوف مرتبطة بأن روسيا بتحاول تطوير الردع نووي مرتقب ضد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. ويمكن ده ارتبط بفكرة حجم التسليح النووي على المستوى المستوى الروسي على المستوى النووي في مجال الفضاء الخارجي. من جانب آخر ان تحدثت تقارير اخرى ان الجانب الردع النووي مش مرتبط بروسيا فقط، لكن حجم التقارب الامريكي سوري الروسي الكوري الشمالي يمكن في 8 اقمار صناعيه عسكريه ارتبطت في اطار مشروع مشترك بين الجانبين. يعني هدف هذه الاقمار العسكريه ايه؟ جزء رئيسي منها جمع معلوماتي. الجانب الامريكي يعني وضع بعض التقارير ان هذه الاقمار الصناعيه كانت تعدي على الخصوصيات. لا هي مرتبطه اكتر بفكره ان هناك في تشويش في جانب منه على في الجانب العسكري، لانها جمع المعلومات مرتبطه باستخدام الفضاء الخارجي للتشويش على بعض المعلومات تستخدمها اقمار صناعيه اخرى لدول اخرى. لان يعني ده من اجل حمايه الامن القومي لدول بعينها بالتاكيد، لان دون التعدي على دول اخرى لكن في جانب اخر هو ان كمان الصين دخل في مجال السباق الفضائي في بس ايه العيب في كده؟ يعني الامر مرتبط بان ده فكره تعدي على الامن القومي، لان الجانب الامريكي والدول الكبرى بترى ان الفضاء الخارجي هو جزء من امنها القومي، والجانب المعلوماتي هو نقطة أو مساحة كبيرة جدا للصراع في الفترة الأخيرة، خصوصا أن يمكن أمريكا بتطلع تقارير أن يمكن الصين خلال عام 2024 هتطلق حوالي ما يقترب من 100 قمر صناعي خارجي، هدفهم جزء منه صناعي جزء منه معلوماتي، لكن هم متشككين أن طبعا ده حجم كبير جدا من الأقمار الصناعية. خلاصة الأمر في النقطة دي أن الجانب الروسي وتعاونه مع الجانب الصيني وكوريا الشمالي بيمثلوا نقطة اختراق قوية
شويه للجانب الامريكي وبيتشككوا في طبيعه حجم الرادع في المرحله المستقبليه، خصوصا ان روسيا في عجم الاعلانات اللي بتحاول تصدرها للعالم كله، ان في الفتره الاخيره مع الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي احنا يعني بندخل عامها الثالث، حجم التهديدات النوويه واستخدام القوى النوويه على المستوى التقليدي على الارض تعدى 60 مره يعني قام بها ميدفيديف او بوتين في اطار اكثر من اعلان. وبالتالي الامريكان عاده بياخذوا هذه التهديدات محمل الجد في مواقف كثيره. اكيد. طيب دكتور رامي، في الوقت اللي وافقت فيه امريكا على منع التسليح النووي، الصين ايضا يعني امتنعت عن التصويت، لماذا روسيا رفضت؟ في الواقع روسيا تتبع دائما في سياستها الخارجيه مبدا المعامله بالمثل. فروسيا لاحظت انه على مدى السنوات وحتى العقود الماضيه كانت الولايات المتحده تتبع اساليب الانسحاب من اي معاهدات او اتفاقات تكبل ايديها، سواء من جهه الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ او الاتفاق النووي الايراني او معاهده الصواريخ القصيره والمتوسطه المدى. ولذلك روسيا تعتبر اذا كانت الولايات المتحده تحرر نفسها من اي قيود فلماذا حلال على الولايات المتحده وحرام على روسيا ان تتجنب دخول في معاهده قد تشكل عقبه امام خطوه ما قد تتخذها في المستقبل. ولكن باي حال من الاحوال العزوف الروسي عن دعم القرار الاممي لا يعني ان روسيا تعتزم نشر اسلحه نوويه في الفضاء تلقائيا، والمواجهه في الفضاء حاليا هي اقرب الى المناقصه والتجسس. فمثلا روسيا لها ثلاثه مطارات فضائيه، اثنان منهم مدنيان اي فوستوتشني في اقصى شرق روسيا وبايكونور الذي تستاجره روسيا من كازاخستان، لكن كذلك روسيا لها مطار فضائي بليسيتسك تابع لوزاره الدفاع الروسيه يستخدم لاطلاق اقمار صناعيه ذات اهداف عسكريه من جهه اقامه اتصالات عسكريه والتجسس، ولكن لا يعني ان روسيا ستستهدف دولا اخرى من الفضاء. دكتور محمد، دكتور رامي بيقول انه روسيا ليس هدفها نشر يعني اسلحه نوويه او ما الى ذلك في الفضاء او تطويرها في الفضاء كما ذكر دكتور رامي، ولكن البعض بيقول او هناك بعض الاتهامات من قبل الولايات المتحده الامريكيه انه هناك بعض الاهداف الخفيه لروسيا من هذا الرفض، فهل بالفعل هناك بالتأكيد يعني بالتأكيد عايز أوضح نقطة بس خاصة بالبعض قد يتم الخلط بين استخدام الأسلحة النووية على الأرض وفي الفضاء. أيوه. استخدام السلاح النووي في الفضاء في ظل وجود سبيس أو عدم وجود قدرة على نقل الموجات النووية، الأمر مرتبط أكتر بفكرة إزاي بيكون في نقل لحاجة اسمها النبضات الكهرومغناطيسية باستخدام السلاح النووي في الفضاء، ويمكن الأمر ده تم استخدامه في أكتر مرة في أكتر من تجربة. بطبيعه الحال استخدام الاسلحه النوويه في اطار يعني في اطار التحليلات المختلفه مرتبطه بالقدره على احداث شلل لعدد كبير جدا من الاقمار الصناعيه. المخاوف الامريكيه مش مرتبطه بالجانب الروسي كما اشرت، ولكن هي في الفتره الاخيره بتشير لروسيا على اعتبار ان المشروع القرار الامريكي الاخير المشروع الامريكي الياباني كان هناك فيه معارضه وفي نوع من انواع اللغط من الجانب الروسي اللي كان مرتبط بفكره رفض عسكره الفضاء بشكل عام، ليس فقط الاسلحه النوويه ولكن ايضا الاسلحه التقليديه اللي كان مشروع بترفضه الولايات المتحده الامريكيه، واللي يمكن ايضا لقى فكره من الارتياب والشك من الجانب الروسي. يعني كانوا بيروا ان الامريكان عندهم رغبه في استخدام بعدد من الاسلحه التقليديه. دكتور رامي بيقول انه روسيا تتبع يعني اسلوب المعامله بالمثل. بالتاكيد، لان انا في تحليلي ان الامريكان بيروا ان كل مواجهات مع الجانب الروسي هي نقطه فارقه في اطار المواجهات المشتركه في الفتره الاخيره بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه. مناورات مشتركه بين الطرفين، خصوصا ان الروس يعني بيستخدموا حق النقد او الفيتو في اكثر من موقف بيحابي المصلحه الأمريكية والعكس بيحدث. يمكن البعض بيرى ويمكن الأمريكان في تحليلاتهم أن خصوصا الأقمار الصناعية سبيس إكس أو يعني ستارلينك اللي هو أكثر أقمار صناعية بتقوم تصدير مجموعة من المعلومات خلال الحرب الأوكرانية الأخيرة، هي أكثر
أهداف استهداف في الفضاء من قبل الروس لإيقاف هذا الكم من المعلومات للدعم الأوكراني في هذه الحرب، اللي بيرى الجانب الروسي أهمية أن يتم حسمها بشكل مبكر بعد امتدادها لأكثر من 3 سنوات. الأمر اللي بيجد نوع من أنواع أن هناك تخوف وجانب كبير جدا من يعني مخاوف من الجانب الأمريكي فيما يتعلق من أن روسيا لديها بالفعل طموح لتطوير قدراتها النووية. يعني كما أشرت أن هناك في مشروع عن طريق وكالة العلوم الروسية للفضاء، أن هناك في مشروع زيوس ل 2030. 2030 ده هو قاطرة نووية مرتبطة بدعم أكبر قدر ممكن من الأقمار الصناعية في الخارج، وهو أحد المشروعات اللي بيتم دعم الوكالة الفضاء الدولية اللي هي بتشارك فيها الصين، بتشارك فيها روسيا، بتشارك فيها الولايات الأمريكية. لكن القدرات على المستوى التقليدي ليس فقط النووي، لازال تأكيدات أن محللين إذا أرادت روسيا، إذا أرادت أي دولة يعني استهداف أي قمر صناعي في الخارج، فمعظم الأسلحة التقليدية يمكن استهدافها في 8 دقائق فقط من الأرض في الفضاء، وبالتالي من الممكن إحداث نفس الأثر، يعني مشاكل نفس الأثر بدون استخدام قوة نووية يعني في نفس صحيح. التأكيد. طيب دكتور رامي، لماذا امتنعت الصين برأيك ودللت هذا الأمر؟ إذا تابعنا السياسات الصينية في الأمم المتحدة على مدى أكثر من عقد مضى، فهي دائما تقف خلف روسيا بسبب سنة، فكانت مثلا تدعم روسيا في التصويت ضد أي قرار يدين سوريا، كذلك الآن تقف داعمة مع روسيا في الملف الأوكراني وفي الملف الأسلحة في الفضاء كما رأينا، ولكن من دون أن تتقدم إلى الجبهة الأمامية في المواجهة الدبلوماسية مع الغرب. فهناك اختلاف في المقاربتين الروسية والصينية. روسيا ترى نفسها بالدرجة الأولى قوة عسكرية عظمى، بينما ترى الصين قوتها في الاقتصاد وتطمح في أن تصبح في القرن 21 القوة الاقتصادية الأولى عالميا حتى من جهة القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي. فبالتالي ربما هي لا تتخذ نفس المواقف الثابتة أو الواثقة مثل ما تتخذه روسيا في الملفات العسكرية والأمن الدولي. طيب دكتور محمد، لماذا هناك مخاوف أمريكية من الفيتو الروسي لنشر الأسلحة النووية في الفضاء؟ يعني أسباب هذه المخاوف إيه؟ المخاوف مرتبطة بفترة التوتر بيعيشها دلوقتي القوى الدولية في يعني في إطار العالم اللي بيمر مرحلة تحول في إطار طبيعة النظام الدولي. يعني المخاوف مش مرتبطة بروسيا فقط، لكن كما أشرت بالقوى الدولية نواياهم تجاه هذه الحروب، خصوصا أنا في إطار الواقع الدولي أن عدد يعني كل دول العالم يعني لا تظهر ما تبطن فيما يتعلق بتطوير قدراتها، وبالتالي القدرات النووية التشكك فيما يتعلق بقدرات النووية الروسية هي تشكك وارد بشكل كبير، خصوصا أن قدرات الحياة الاقتصادية على المستوى الروسي تعاني بعد بداية الحرب الأوكرانية على مدار يعني العامين الماضيين في إطار العقوبات اللي بتفرض على روسيا، في إطار حجم الخسائر اللي بتتكبدها، فقدرتها في تطوير قدراتها النووية هو محل شك في عدد من التحليلات. لكن لازالت الولايات المتحدة الأمريكية بترى من أن تطوير قدراتها العسكرية النووية الروسية سواء في الأرض والفضاء هو محل اهتمام من الجانب الروسي. وفي معاهدة دولية أعتقد تم توقعها في 67 وكان فيها أمريكا والصين تدعو إلى منع تطوير ونشر الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي أو أسلحة الدمار الشامل. لكن هذه المعاهدة كانت مرتبطة في فترة الحرب الباردة. أصبحت هناك في تطوير لقدرات الأطراف المعنية في إطار هذه المعاهدات، وبالتالي خروج الدول عن هذه المعاهدة أو حتى فيما يتعلق بتطوير قدراتها هو أمر مش مرتبط بالمعادلة في حد ذاته. لابد أن يكون أو يتم وضع آليات محددة أو معينة للحفاظ على هذه المعاهدة أو ضمان السلام في الفضاء. ضمان السلام في الفضاء مرتبط الحقيقة باتفاق أكبر، لأن احنا لازلنا في مرحلة تشكك من قبل الأطراف المعنية، خصوصا الجانب الأمريكي بيرى أن التعاون الروسي الكوري الشمالي أو تداخل الصين في هذا الأمر بيرتبط بتهديدات مباشرة للجانب الأمريكي الغربي،
ويمكن استخدام ساحة مجلس الأمن لهذا الأمر مرتبطة باستخدام حق الفيتو في أكثر من مرة في إطار المصالح المتبادلة من الطرفين. لسه نقول من الحرب الباردة حتى الآن تم استخدام الفيتو أكثر من 900 مرة. بالتأكيد، لأن ده يعتبر رقم ضخم بيمثل حجم المواجهات والمجابهات بين الطرفين اللي هو أو القوتين اللي كانوا بيمثلوا في الحرب الباردة أو في الواقع الحالي. لكن خليني أؤكد على نقطة في غاية الأهمية، البعض بيتشكك هل إحنا أمام يعني حرب نووية جديدة. طبيعة الحرب النووية الروس اعتادوا بشكل كبير استخدام التهديدات في الفترة الأخيرة، لكن في طبيعة الحال أن هذه الأمور لن تجد صدى كبير من يعني من إلا لو شعرت بالتهديد. هي التهديد النووي اعتدنا في فترة الحرب برضه هو الاستخدام للرادع ليس أكثر. لأن استخدام قدرة الدول على استخدام هذه الأدوات في الواقع هو مجال تدمير متبادل بين الأطراف المعنية في استخدام القدرات النووية خصوصا في الفضاء. وكما أشرت، استخدام القوى الفضائية هنا مرتبطة بإحداث حالة ربكة وخسائر ضخمة على مستوى المعلومات والاتصالات ما بين الأطراف المعنية. دكتور رامي، إيه هي العواقب أو التداعيات المحتملة عن عدم وجود تفاهم دولي فيما يتعلق بمنع نشر الأسلحة النووية في الفضاء برأيك؟ أعتقد أنه لن تكون هناك أي تداعيات هامة، فحاليا سكان الأرض والقوى العظمى منشغلون بما يجري على الأرض وليس في الفضاء. الحرب في أوكرانيا وأخرى إسرائيلية على قطاع غزة، بينما إذا كنا نتحدث عن احتمال نشر أسلحة نووية فتاكة في الفضاء فهذا أفق بعيد ربما لن نشهده لا في السنوات وربما حتى لن نشهده في العقود المقبلة. فبالتالي أنا شخصيا لا أرى أي تأثير ملموس، بل يندرج ذلك ضمن استعراض العضلات بين القوى العظمى. ترى بأنها مجرد استعراض عضلات يا دكتور محمد، يعني لا يوجد تداعيات من عدم وجود أي تفاهمات دولية فيما يتعلق بنشر أسلحة نووية في الفضاء؟ الصين امتنعت، روسيا استخدمت حق النقد الفيتو، يعني هو يرى بأنه مجرد استعراض للعضلات ولكن لن يعني ما فيش أي عواقب، ما فيش أي تداعيات. أعتقد ممكن أستخدم مصطلح مختلف شوية، هي أحد المواجهات الموجودة بين القوى الدولية مش فقط استعراض عضلات، لأن نحن يعني برضو عايز أضيف على سؤالي، في ظل أوضاع جيوسياسية ملتهبة الوضع الدولي بيستدعي هذا الأمر، لأن متأسف. فكرة يعني طبيعة الأزمات الموجودة على مستوى النظام الدولي، يمكن حجم الحياة الانعكاسات هذه الأزمات على القوى الدولية كبير، وبالتالي بطبيعة الحال أن الجانب الأمريكي الغربي من 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 جهة والجانب الروسي الصيني ويمكن التحالفات اللي بيحاول كل جانب أنه يقوم ببنائها مرتبطة بحجم من المواجهات، ليس فقط لاستعراض العضلات لكن عايز أسميها أدوات لرادع جديد على مستوى الفضاء النووي، خصوصا أن كل قوة بتحاول أن تضع محددات الأمن القومي الفضائي من الطرف الآخر محل اهتمام شديد أو في غاية الأهمية، لأن اهتمامات كل طرف بكل ما يتعلق بحجم قدراتها الفضائية مرتبطة بشكل كبير جدا بالتفوق. التفوق لا زال هو التفوق الأمريكي، لأن في الفترة الأخيرة يمكن مخاوف أكثر من الصين، عكس البعض بيتوقع من روسيا حجم القفزات السريعة. بس الصين تطور بشكل كبير جدا، حجم القفزات التقرير الأمريكي بتؤكد ده، القفزات الصينية في مجال التكنولوجيا المعلومات وفي مجال المواجهات الفضائية أعلى من الجانب الروسي. لكن في نقطة أخرى، هو القدرات النووية الروسية هي لازالت الأكثر، خصوصا أن يمكن مشروع قرار بيؤكد من الصين، لأن مشروع قرار الأخير بيؤكد هو حظر استخدام أي رأس أو حتى قدرات لأسلحة دمار شامل في الفضاء الخارجي. وبالتالي دي يمكن مخاوف مرتبطة بأن يكون هناك في اقتران لتحالف لقدرات الفضائية الصينية مع القدرات النووية الروسية بتمثل ألات ضغط. بس مفيش تفاهم أيضا، يعني لما يكون حد استخدم حق النقد والآخر يعني امتنع عن التصويت، وبالتالي يعني التفاهم هنا مش موجود. لازال حجم الموائمات الروسية الصينية موجود على الأرض في هذا الملف ولا في الملفات الثانية؟ أخرى. في ملفات أخرى بتكلم على الملف ده. في هذا الملف بالتحديد من الممكن أن تحدث موائمات تحدث تحالفات على مستوى أعلى من الموائمات الموجودة إذا استدعى الأمر هذا، خصوصا أن يعني الصين عندها من الأدوات ومن الأوجه المنورة مع الجانب الأمريكي شديدة الأهمية. يمكن التقرير بتؤكد في الفترة الأخيرة أن الأمريكان عندهم تحديات خصوصا مع الانتخابات القادمة، هل من الأجدى أن احنا نقوم باستخدام أوراق للتحالف أو محاولة كسب ضد الصين؟
الصين للخروج من هذا التحالف المزعوم مع روسيا ام لا؟ يمكن ده تحدي بيواجه يعني جانب صنع قرار امريكي في الوقت في هذا التوقيت. دكتور رامي، في برضه سيناريو محتمل بانه قد يكون هناك ربما تعاون ما بين امريكا وروسيا فيما يتعلق بهذا الامر لحد من نشر الاسلحه النوويه في الفضاء، هل هذا ممكن وفقا لكل المعطيات اللي احنا ذكرناها؟ الاحتمال وارد، لاننا اذا تابعنا الاحداث في السنوات الاخيره فنلاحظ ان مجال الرقابه على الاسلحه لا يزال من المجالات القليله التي لا يزال فيها نوع من التفاهم بين روسيا والولايات المتحده قائما. وفي الفضاء وتحديدا في محطة الفضاء الدولية يعمل رواد الفضاء الروس جنبا إلى جنب مع زملائهم الأمريكيين، فأحيانا في أحيان كثيرة نلاحظ أن بعض القطاعات مثل الفضاء أو الطاقة أو الأمن الاستراتيجي تقرب وجهات النظر المتباعدة بين القوة العظمى على الأرض. طيب دكتور محمد، الحلول الممكنة لضمان عدم تسليح الفضاء بالأسلحة النووية، في ضمانات؟ في ضمانات مرتبطة بالتوافقات الدولية بين القوى الكبرى. إذا أردت القوى الكبرى بالتأكيد سواء من الجانبين كما أشرت، يعني الأمريكي الغربي أو الروس الصيني من جانب، أن يكون هناك في حلول توافقية مرتبطة بضمانات أمنية مشتركة لأمن الفضاء بالنسبة للجانبين، هتكون هناك في حدود أجدى للتعاون خصوصا في المجال السلمي، في المجال الفضائي السلمي. أيضا البعد عن عسكرة الفضاء، البعد عن وجود آليات للتسليح الفضاء، لأن كل دولة بترى أن تمتلك من القوى الفضائية اللي بتمثل أهمية أن يكون هناك في تأمين ليها على مستوى الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وبالتالي رفع درجة التسليح على المستوى الفضائي هو مخاوف من الجانبين. لكن لو حدثت ضمانات، وده من المتوقع قد يحدث عندما تحدث توافقات في عدد من الملفات المطروحة، لأن لازال الجانب الأمريكي بيرى أهمية أن يكون هناك في نظرة مستمرة، لازال هو القوى المتفردة في النظام الدولي. إذا أراد الجانب الأمريكي نظرة مختلفة، أن هناك في يعني تقارب قوة موجود مع الجانب الصيني الروسي، وده ما يريد أن يطرحه الجانبين الصيني والروسي أثناء المفاوضات المحادثات بتحدث يعني منذ فترة وأخرى، قد تحدث هناك تقارب في وجهات النظر، وتحدث هناك في نوع من أنواع التوافق حول بعض النقاط المتعلقة سواء بتأمين الفضاء أو يعني هل يمكن يعني نشر الأسلحة النووية في الفضاء ولكن دون الأذى، دون المساس بدول أخرى، يتم استخدامها بشكل آمن، بشكل يحفظ الأمن القومي للدول، هل ده ممكن؟ ولا في مخاطر؟ المخاطر مرتبطة زي ما أشرت، جانب معلوماتي وجانب في مجال الاتصالات، على اعتبار أن احنا بنتحدث يعني ما فيش ضمان. الضمانات زي ما أشرت، لا مفيش ضمان إن هي ممكن تستخدم بشكل يحفظ الأمن القومي للدولة فقط دون المساس أو التعدي على الآخر، لأن ده جزء من مسألة الردع، إزاي أقدر أحمي كل المقدرات المرتبطة لكل طرف على حساب الطرف الآخر. لكن الضمانات المطلقة مش موجودة، لأن كل طرف دائما بيحاول يمتلك مجموعة من كروت اللعبة لتحقق له تفوق على الطرف الآخر، ده أثناء أي يعني مسألة الرادع المرتبطة سواء على الأرض أو حتى فيما يتعلق بأسلحة الفضاء، في المسألة الخاصة بالرادع الفضائي على المستوى النووي على المستوى غير النووي، كما طرحوا يعني هذا المشروع اللي تم رفضه أو استخدام حق الفيتو من قبل روسيا وتم طرحه، أعتقد هو واحدة من النقاط اللي بتستدعي نقطة من نقاط التحليل في عدد كبير جدا من يعني وسائل الاتصال والمعلومات الجانب الأمريكي اللي يمكن طرحه في الفترة الأخيرة، أن مسألة التهديدات من جانب لن ترقى بشكل كبير، لكن من جانب آخر يجب أن نأخذ هذه التهديدات محمل الجد. نعم. طيب دكتور رامي، هل لابد أن يكون في مبادرات دولية للحد من نشر الأسلحة النووية في الفضاء برأيك؟ لا مانع أن تكون هناك مبادرات دولية، ولكن المشكلة تكمن في أن جميعها ستصطدم بالموقفين الروسي أو الأمريكي أو أي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا. فهذه الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية هي فعليا تحتكر النظام العالمي الدولي منذ قرابة 8 عقود، وبالتالي ربما ستكون هذه المبادرات مرحبا فيها ولكن مشكوك في جدواها. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا، دكتور رامي اليوبي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من موسكو.
من موسكو، وأيضا دكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلاقات الدولية، بشكرك على هذه المشاركة معنا. بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة، كنت مع حضرتكم أنا خلود زهران، ودائما الشكر أيضا موصول من فريق العمل. إلى اللقاء.